مواليد جام للسعودية، مهندس ميكانيكي مخترع لآلة الريبريل اللي هي آلة كاتب ميكانيكية لذوي الإعاقة البصرية. How are you enjoying the workshop? الصراحة الجو جدا ممتعين في الوركشوب، يعني كيف مع بعض أكيد مستمتع كثير. And what are you building today? إحنا شغالين على مايكروسكوب يكون متنقل، يكون ذو تكلفة قليلة. بالمايكروسكوب هذا بحاول نطور قدر المستطاع بأقل تكلفة ممكن. Which track are you working in and what are you guys looking to build? Okay. أنا في قسم ال health track اللي هو قسم الصحي في MIT ميديلاب. بنطور المايكروسكوب، يكون المايكروسكوب متنقل، بحاول نطوره بطريقة يكون فعال أكثر وما يكون مرة غالي، عشان ممكن الشخص يسوي بعض التحاليل بنفسه زي مثل تحليل فقر الدم المنجلي، بعض سرطان الدم، انه يحطها في الميكروسكوب ويتعرف عليها، ميكروسكوب للكمبيوتر، الكمبيوتر يحلل النتيجة وتقريبا يقرب النتيجة، فكذا نقلل مدة انتظار عند الأطباء. And what is it like to be a hardware technology entrepreneur or inventor in Saudi? اني اكون رائد اعمال متخصص في يعني هاردوير او هاردوير ما ادري ايش بالعربي. ما هو سهل ولا هو مره صعب، يعني في له تحديات كثيره لانه حاجه جديده هي على المجتمع، ثقافه جديده على المجتمع، بس حاليا بتبدا حبه حبه، والواحد ما يقدر يسير وما يقدر يكمل فيها الا اذا كان عنده دعم من الجامعه، من مدرسته، بالاخص من الاهل. And do you think there's anything about the workshop that you will bring back when you go to think about inventing new pieces of hardware, new products? Do you think there's anything about the methodology or the mindset that could be implemented in Saudi? بالتأكيد راح أجيب الأشياء اللي تعلمتها من هنا والخبرات اللي اكتسبتها من هنا إن أجيبها للسعودية في مدرستي الثانوية اللي درست فيها. لأنه في مدرستي الثانوية بعد ما طلعت في ستارز أوف ساينس أو مسابقة نجوم العلوم حطوني احد الناس المهمين في خليني اقول تطوير بعض المناهج الغير رسميه، مناهج النشاط او الانشطه الطلابيه، بحيث ينموا تفكيرهم، ينموا بعض القدرات اللي عندهم. فبالتاكيد ورك شوب او ورشه عمل خلال 3 ايام مره حلوه حتكون. شكرا كثير يا عفوا.